هل كل خلق الله فيه روح؟ الجن فيه روح؟ الملائكة فيها روح؟ لا، الإنسان هو اللي فيه روح. ولذلك لابد أن نفرق ما بين الحياة والروح. حضرتك قد توجد حياة من غير روح، وقد يوجد روح من توجد روح من غير حياة. إزاي؟ كل خلق الله فيه حياة. أنا في حياة قبل أن تنفخ فيها الروح. أنا كيف أخلق يا أستاذ عمرو؟ حيوان منوي وبويضة، أي بني آدم كده؟ الحيوان المنوي حي ولا ميت؟ حي. الله يبارك في عمرك، صح؟ لأنه لو ميت مش هيحصل تخصيب ولا خلفة. طب حي إزاي والروح لم تنفخ؟ يبقى توجد روح من غير حياة. تمام؟ حصل التخصيب، من أول ما بيحصل التخصيب والست بتحمل تشعر بنبض، تقول فيه نبض. النبض ده اسمه إيه يا فندم؟ اسمه سر الحياة. ففي فرق بين سر الحياة وما بين الروح. سر الحياة موجودة في جسم الإنسان، يستمر 4 شهور. عند 4 شهور بالضبط يجي الملك رئيس قسم نفخ الروح المتخصص ومعاه مساعدين. يأتي الملك الموكل بالأرحام، ده رئيس القسم، فينفخ في الروح وانا عندي كام؟ 4 شهور. طب ما انا قبل 4 شهور في حياة، في حاجة اسمها سر الحياة، ثم بعد ذلك الروح. لما بينفخ الروح بيكتب 4 حاجات: الأجل والرزق والعمل والهيئة، الشكل، شقي ولا سعيد. كتب كام عليك؟ 4. أقول لحضرتك مفاجأة، كل ده قابل للتغيير. طب اتنفخت الروح، أنا موجود في سر الحياة ثم بعد ذلك الروح، يبقى أنا ما اتخلقتش بحاجة واحدة، ده خالص. ثم لما اتنفخت فيا الروح لحياة الجسد، أنا محتاج روح لحياة الروح، سماها الله روحا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى سمى القرآن روح لأنه حياة روحي بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره. يبقى كأني أنا سر الحياة 4 شهور نفخ الروح لحياة البدن، ثم القرآن لحياة الروح. طب أنا محتاج سر الحياة في إيه؟ لما روحي بتطلع وأنا نايم، لما أنا نايم أجهزتي شغالة، أجهزتي شغالة بإيه؟ بالحياة.